أسعد الله أوقاتكم جميعاً. معكم المدرسة كاتيا عبد النور من إعدادية مشتى الحلو الحلقة الثانية. اليوم سأكون معكم في درس من دروس اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الإعدادي. اليوم سيكون معي طلابي الأعزاء، تفضلوا. علي رحمان، كرم عباس، أنجي صباخ، نور جبور. أهلا بكم جميعاً. بداية لابد أن أشكر الأستاذة ريم دلول الموجهة الاختصاصية والأستاذ ماجد إبراهيم لإشرافهما على هذا العمل. سنكون معكم اليوم في مجال علم البلاغة من درس الاستعارة. بداية أبنائي لابد أن نتعرف الهدف العام من الدرس، استعمال الطالب الاستعارة في كتابته وتحدثه. مخرجات التعلم: في نهاية درسنا يجب الطالب أن يصبح قادرا على أن يعرف الاستعارة، أن يتعرف نوعي الاستعارة، الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية. بداية وقبل أن نبدأ في مجال الاستعارة لابد أن نتذكر معلومات سابقة قد مرت معنا من درس التشبيه، لأن الاستعارة أساسا تبنى على التشبيه. علي لو سمحت، ما هو التشبيه؟ بصفة أو أكثر. هو اشتراك المشبه والمشبه به بصفة أو أكثر. كرم، حبذا لو تعرفنا على أركان التشبيه الأربعة. المشبه، المشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. إذن المشبه والمشبه به ووجه الشبه وأداة التشبيه. نور لو سمحتي، النوعين الأولين من التشبيه. هما تام الأركان والتشبيه المؤكد. نعم، ما هو تام الأركان؟ تام الأركان هو ما ذكرت أركانه الأربعة، والتشبيه المؤكد هو التشبيه الذي حذفت منه أداة التشبيه. أحسنتي، إذن تام الأركان والتشبيه المؤكد. إنجي لو سمحتي، التشبيه المجمل والتشبيه البليغ ما هما؟ هو التشبيه الذي حذف منه وجه الشبه. نعم، التشبيه البليغ هو ما ذكر فيه المشبه. أحسنتي، إذن التشبيه البليغ ما حافظنا على الركنين الأساسيين المشبه والمشبه به وحذفنا الأداة ووجه الشبه، ومن هنا نحن سننطلق أبنائي إلى الاستعارة. وهنا سننطلق إلى الاستعارة. تعالوا معي نقرأ الأمثلة الآتية ثم نجيب. قال عبد العزيز دقماق: في جزيرة أرواد فأهلها شعلة لم تخبو جذوتها، خاضوا الحياة وباتوا في أعاليها. وقال شاعرنا أحمد شوقي مخاطبا الشهيد عمر المختار: يا أيها السيف المجرد في الفلا يكسو السيوف على الزمان مضاء. وقال المتنبي وهو في طريقه إلى حلب: كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل. نعود أبنائي إلى المثال الأول، عندما قال شاعرنا في جزيرة أرواد فأهلها شعلة لم تخبو جذوتها. نور، عن من يتحدث الشاعر؟ هو يتحدث عن أهل جزيرة أرواد. عن أهل جزيرة أرواد. إنجي لو سمحتي، أهلها شعلة، صورة فنية، لو سمحتي حللي لنا هذه الصورة. أهلها مشبه. نعم، الشعلة مشبه به. أحسنتي، فالتشبيه بليغ. فالتشبيه بليغ، إذن عندما أحافظ في التشبيه على المشبه والمشبه به فأنا أكون أمام يسمى تشبيها بليغا. ننتقل إلى المثال الثاني، عندما أحمد شوقي خاطب الشهيد عمر المختار وقال: يا أيها السيف المجرد في الفلا. علي، هو يخاطب عمر المختار، هل ذكر عمر المختار ضمن البيت؟ لا. بماذا نادى عمر المختار يا علي؟ السيف. ناداه بالسيف. إذن يا كرم لو سمحت، في كلمة السيف، في كلمة السيف هناك صورة، بمن شبه عمر المختار إذن؟ بالسيف. شبهه بالسيف. إذن أين المشبه؟ المشبه حذف المشبه وصرح بالمشبه به وهو السيف. وهو السيف، إذن حذف المشبه عمر وصرح بالمشبه به السيف. إنجي، هل أستطيع أن أدعو هذه الصورة تشبيها بليغا؟ لا. لا، لماذا لا أستطيع أن أدعوها؟ لأنه حذف أحد من الركنين الأساسيين. لأنه حذفنا أحد الأركان الأساسية. نعود إلى المثال الثالث، قال المتنبي وهو في طريقه إلى حلب: كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل. نور لو سمحتي، هل الروض ترحب؟ لا، لا ترحب. لا ترحب، من الذي يرحب؟ الإنسان. الإنسان، لماذا اخترت الإنسان تحديدا؟ لأن صفة الترحيب هي صفة من صفات الإنسان. صفة من صفات الإنسان. إذن كرم لو سمحت حلل لنا الصورة، رحبت الروض، شبه الروض بمن؟ بإنسان يرحب. نعم، إنسان يرحب، من ذكر؟ المشبه وهو الروض. وهو الروض المشبه به وهو الإنسان. أحسنت، وماذا ترك يدلنا على هذا الإنسان؟ قرينة تدل على وهي الترحيب. وهي الترحيب، إذن شبه الروض بإنسان يرحب، ذكر المشبه الروض وحذف المشبه به الإنسان وترك لنا ما يدل عليه وهي الترحيب.
إذن في المثال الثاني والمثال الثالث حذفنا من أركان التشبيه البليغ المشبه عندما شبه عمر بالسيف، وفي المثال الثالث عندما شبه الروض بإنسان يرحب فهنا حذفنا منه المشبه به. هل أستطيع يا علي أن أدعو هذا التشبيه تشبيها بليغا؟ لا. لا، أنا لم أعد أستطيع أن أدعوه تشبيها بليغا، إذن أنا هنا انتقلت إلى ما يسمى استعارة. إذن هنا أنا أطلق على هذا التشبيه البليغ الاستعارة. نور لو سمحتي إذن نستنتج هي الاستعارة. الاستعارة هي تشبيه بليغ. نعم. أحد ركنيه المشبه أو المشبه. أحسنتي، إذن الاستعارة تشبيه بليغ، عرفنا أحد أركانه الأساسية إما المشبه أو المشبه به. تعالوا معي أبنائي لنقوم بحل التقويم المرحلي. أقرأ الأبيات الآتية أقرأ البيت الآتي وأستخرج الاستعارة منه وأحدد الركن المحذوف. قال التهامي: يرثي ابنه يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذاك عمر كواكب الأسحار. إذن الشاعر قد توفى الله ابنه وهو يرثيه. بماذا نادى ابنه يا كرم الشاعر؟ بماذا نادى ابنه؟ بالكوكب. بالكوكب، ناداه بالكوكب. علي لو سمحت، إذن في كلمة كوكب هنا تقع استعارة، حللها لنا لو سمحت. شبه ابنه تقع الاستعارة في كلمة كوكب. نعم. شبه ابنه بالكوكب. نعم. حذف المشبه وهو الابن وصرح بالمشبه به. وصرح بالمشبه به. إذا ماذا أدعو؟ هل أدعوها تشبيها بليغا أم استعارة؟ استعارة. أدعوها استعارة. إذا هنا الاستعارة تقع في كوكب، شبه ابنه بالكوكب، حذف المشبه به الابن وصرح بالمشبه به الكوكب. أنا أمام استعارة. لنقرأ الآية القرآنية الآتية ونستخرج الاستعارة منها ونحدد الركن المحذوف. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. في قوله جناح الذل، إنجي، هل الذل يملك جناحا؟ لا. من الذي يملك جناحا؟ الطائر. الطائر هو الذي يملك جناحا. نور لو سمحتي حللي لنا الاستعارة الواقعة في جناح الذل. شبه الذل بطائر له جناح. نعم. فذكر المشبه وهو الذل. أحسنتي. وحذف المشبه به وهو الطائر. أحسنتي. وترك قرينة تدل عليه وهي الجناح. وهي الجناح. إذا ماذا أسمي يا كرم هذه الصورة؟ ماذا استعارة. أسميها؟ أسميها استعارة. إذا هنا أنا حافظت على المشبه، حذفت المشبه به ولكن تركت في الجملة ما يدل عليه فهي استعارة. أحسنتم أبنائي. الآن سننتقل إلى أنواع الاستعارة. لنقرأ الأمثلة الآتية وننفذ النشاط الآتي. قال محمد البزم متغنيا بجلاء المستعمر: واذكر قديمك إذ تبني الجديد تفز، فالحق ما زال معمورا به القدم. علي، عندما قال الشاعر تبني الجديد ماذا كان يقصد بالجديد؟ المستقبل. المستقبل، كان يقصد المستقبل. نور، هل المستقبل بناء محدد؟ لا، ليس له. ليس له بناء محدد. إنجي لو سمحتي، عندما قال تبني الجديد لدينا صورة، حللي لنا هذه الصورة لو سمحتي. شبه الجديد. نعم. شبه المستقبل بالبناء الذي يبنى. إذا شبه المستقبل ببناء الذي يبنى وهو الجديد، هنا ذكره الجديد فشبهه بالبناء الذي يبنى. من ذكر في الجملة؟ ذكر المشبه الجديد. نعم. وحذف المشبه به وبقى شيئا من صفاته وهي تبني. وهي تبني. إذا ذكر لنا المشبه الجديد وحذفنا المشبه به وترك قرينة تدل عليه وهي كلمة تبني. إذا نحن هنا أمام استعارة وليس تشبيها بليغا، أصبحنا نطلق عليها اسم الاستعارة. تمام. في قول الشاعر شفيق الكمالي متغنيا بالشام: والشام منها ابتدأنا أمة عرفت سيفا يصون فكرا مثله جذمة. علي، هل الصون من صفات السيف؟ لا. صفات من؟ الجندي. الجندي. إذا من الذي حمى سوريا وأهلها يا كرم؟ من الذي حمى سوريا؟ الجيش العربي السوري هو الذي صان سوريا. إذا الصون ليس من صفات السيف. إذا الصون ليس من صفات السيف. إذا في جملة سيفا يصون، نور لو سمحتي سيفا يصون هذه صورة فنية حلليها. حيث شبه الشاعر السيف بجندي يصون. نعم. حيث ذكر المشبه وهو السيف. أحسنتي. وحذف المشبه به وهو الجندي وترك قرينة تدل على كلمة عليه للمشبه به وهي كلمة يصون. وهي كلمة يصون. إذا نحن هنا أمام مثالين، نحن هنا أمام مثالين ذكرنا المشبه ولكن حذفنا المشبه به وتركنا في الجملة ما يدل عليه. إذا نحن هنا ندعوها الاستعارة المكنية. إنجي لو سمحتي ماذا استنتجنا؟ ما هي الاستعارة المكنية؟ تشبيه بلي حذف منه المشبه به. نعم. بقي شيء من لوازمه صفاته يدل عليه. يدل عليه. أحسنت. إذا الاستعارة المكنية هي تشبيه بليغ حذف منه المشبه به وبقي شيء من لوازمه صفاته يدل عليه. تعالوا معي أبنائي لنطبق التقويم.
التقويم المرحلي الآتي، أقرأ البيتين الآتيين وأحلل الاستعارة فيهما. قال دعبل الخزاعي يصف الشيب في شعره: لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. علي: ضحك المشيب، هل المشيب يضحك؟ لا. من الذي يضحك؟ الإنسان. الإنسان. إذا حلل لنا هذه الصورة لو سمحت. شبه. نعم. نعم. حذف المشبه به وترك قرينة تدل على المشبه به وهي ضحكة. وهي ضحكة. الاستعارة المكنية. على سبيل الاستعارة المكنية. إذا نحن هنا ذكرنا المشبه المشيب، حذفنا المشبه به وهو الإنسان وتركنا قرينة تدل عليه وهي ضحكة، فنحن هنا أمام الاستعارة المكنية. أيضا وقال أحمد شوقي في الحكمة: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. كرم، هل دقات القلب تقول؟ لا. من الذي يقول؟ الإنسان. الإنسان. إذن القول هي صفة من صفات الإنسان. إنجي لو سمحتي حلل لنا هذه الصورة. دقات قائلة. شبه الشعر دقات بإنسان يقول. نعم. ذكر المشبه الدقات. نعم. حذف المشبه به الإنسان. أحسنتي. ترك شيئا، ترك قرينة تدل عليه وهي كلمة قائلة. فالاستعارة مكنية. فالاستعارة مكنية. إذا نحن قد ذكرنا المشبه دقات، حذفنا المشبه به الإنسان، وإنما تركنا قرينة أو صفة تدل عليه وهي قائلة، فنحن هنا أمام الاستعارة المكنية. ننتقل إلى النوع الثاني والأخير من أنواع الاستعارة ونقرأ الأبيات وننفذ النشاط لنتوصل إلى النوع الثاني من الاستعارة. قال أحمد شوقي مخاطبا الشهيد عمر المختار، وهذا المثال كان قد مر معنا في البداية: يا أيها السيف المجرد يكسو السيوف على الزمان. قلنا هنا شاعرنا من يخاطب يا علي؟ عمر المختار، ولكنه بماذا ناداه يا كرم؟ بالسيف. بالسيف، ناداه بالسيف. إنجي هل ذكر عمر ضمن الأبيات؟ لا. لا. إذا نور هل ذكر المشبه في البيت؟ لا لم يذكر. لا لم يذكر المشبه، وإنما ماذا ذكر يا نور؟ ذكر السيف وهو المشبه به. وهو المشبه به. أيضا في قول الشاعر صورة، تعالوا لنحدد أركانها. علي حدد لنا أركانها لو سمحت. نعم. أحسنت. إذن هنا حذفنا المشبه وإنما صرحنا بالمشبه به وهو السيف. في قول الشاعر أيضا قال كثير عزة: متغزلا بعيني المحبوبة رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو القلب جارحه. إذن عيون هذه المحبوبة أطلقت سهام لكنها لم تصب جلد الشاعر بأذى، وإنما دخلت إلى قلبه فأدمته. نور هل العيون تطلق سهاما؟ لا لا تطلق. لا تطلق سهاما. إذن إنجي بماذا شبه نظرات عيون المحبوبة؟ بالسهام. شبهها بالسهام. إذن علي هنا في كلمة سهم لدينا صورة، وقعت الاستعارة في كلمة سهم، حللها لو سمحت. نعم. أحسنت. إذن نحن هنا قد حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به. إذن في المثالين اللذين مرا معنا وهو شبه عمر بالسيف، قد حذف المشبه عمر وإنما ذكر المشبه به السيف، وسهم شبه نظرات عيون المحبوبة فحذف المشبه وأبقى على المشبه به السهم. هنا بتنا أبنائي الطلاب ندعوها استعارة تصريحية لأننا حذفنا المشبه وصرحنا بالمشبه به. إنجي لو سمحت إذن ما هو تعريف الاستعارة التصريحية؟ تشبيه غيري حذف منه المشبه. نعم. وصرح بلفظ المشبه به. وصرح بلفظ المشبه به. أحسنت. إذا نحن الآن أمام الاستعارة التصريحية. التقويم المرحلي، تعالوا أبنائي لننفذ النشاط في البيت الآتي. أقرأ البيت الآتي وأحلل الاستعارة فيه. قال المتنبي يصف دخول رجل على سيف الدولة، ويمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي. إذا قلنا بأن شاعرنا يصف دخول رجل إلى سيف الدولة. نور هل ذكر سيف الدولة ضمن البيت؟ لا لم يذكر. لم يذكر سيف الدولة، لكنه قال بأن هذا الإنسان أو هذا الرجل يمشي إلى البحر. إلى أي بحر كان يقصد يا علي؟ إلى سيف الدولة. إذا بمن شبه سيف الدولة؟ بالبحر. كرم لو سمحت ما الصفة المشتركة بين سيف الدولة والبحر؟ الكرم. الكرم. الكرم والاتساع. إذن نحن هنا الاستعارة تقع في كلمة البحر. إنجي لو سمحتي حللي هذه الاستعارة.
شبه سيف الدولة بالبحر. نعم. حذف المشبه به المشبه سيف الدولة. نعم. صرح بالمشبه به البحر. نعم. على سبيل الاستعارة التصريحية. على سبيل الاستعارة التصريحية. جعل هذا الرجل يرتقي إلى البدر، أي بدر كان يقصد يا نور؟ كما أيضا سيف الدولة. أيضا سيف الدولة. ما وجه الشبه بين سيف الدولة والبدر؟ السمو والعلو. السمو والعلو والارتفاع والرفع. إذا مقام سيف الدولة هو كالبدر. إذا كرم لو سمحت، هنا لدينا استعارة تقع في كلمة بدر، حللها لو سمحت. شبه. نعم. شبه سيف الدولة بالبدر. أحسن. حذف المشبه حذف المشبه سيف الدولة. أحسن. وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. أحسنت. إذا نحن لدينا الدولة هو المشبه في كلا الحالتين، في كلمة البحر وكلمة البدر تقع الاستعارة في هاتين الكلمتين. نحن هنا حذفنا المشبه سيف الدولة وأبقينا على المشبه به، أو صرحنا بالمشبه به البحر والبدر. إنجي أدعوها استعارة ماذا؟ تصريحية. استعارة تصريحية. أحسنتم أبنائي. ننتقل الآن إلى التقويم النهائي بعد أن أنهينا تعريف الاستعارة وأنواع الاستعارة. وقبل أن نبدأ بحل التقويم النهائي، لابد أن أذكر بأمر بأن في كل بيت شعري قد يحوي على أكثر من استعارة، لكن نحن سنختار استعارة من كل بيت ونحللها. اقرأ الأبيات ثم حلل الصور الفنية التي وضع تحتها خط. قال بدر الدين الحامد متحدثا عن الناعورة: بنت هذا الزمان لا ترهب الموت وتقضي أيامها بالتمني. علي، عن من يتحدث شاعرنا؟ قلنا عن من يتحدث؟ عن الناعورة. بماذا خاطب الناعورة؟ بالبنت. إذن شبه الناعورة بمن؟ بالبنت. كرم لو سمحت، إذن الاستعارة تقع في كلمة بنت، حلل هذه الاستعارة. شبه الناعورة بالبنت. نعم. حذف المشبه من هو المشبه الذي من هو المشبه الذي حذفه؟ البنت. المشبه. المشبه الناعورة. الناعورة. وصرح بمن؟ البنت. فنحن أمام استعارة تصريحية. أمام استعارة تصريحية. إذا في هذا البيت يوجد لدينا استعارة في كلمة البنت، وهي استعارة تصريحية لأننا حذفنا المشبه. ننتقل إلى البيت الثاني. قال السري الرفاء مفتخرا بشعره: إذا ما صافح الأسماع يوما تبسمت الضمائر والقلوب. إنجي، هل الضمائر تتبسم؟ لا. من الذي يتبسم؟ الإنسان. الإنسان. لماذا اخترت الإنسان تحديدا؟ لأن الابتسامة هي صفات من صفات الإنسان. صفة من صفات الإنسان. أحسنتي. نور لو سمحتي، تبسمت الضمائر صورة فنية، حللي. شبه الضمائر بإنسان يتبسم. نعم. ذكر المشبه وهو الضمائر. نعم. وحذف المشبه به وترك قرينة تدل عليه هي كلمة تبسم. إذا ما نوع هذه الاستعارة؟ هي مكنية. هي استعارة مكنية. تبسمت الضمائر. نحن هنا ذكرنا المشبه الضمائر لكن حذفنا المشبه به وتركنا ما يدل عليه قرينة، أو نقول صفة من صفاته وهي الابتسامة أو تبسمت. فنحن أمام استعارة مكنية. ننتقل أبنائي إلى البيت الآتي. قال الوأواء متغزلا بحبيبته: هذا البيت أبنائي هو خير دليل على جمال الاستعارة، وكيف أن الاستعارة تلبس كلامنا أجمل المعاني وتجعلنا نسرح في خيالنا بعيدا. قال متغزلا بحبيبته: فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. علي، في وجه المحبوبة ما الذي يمكن أن يمطر؟ ما هي وهو المطر؟ الدموع. إذن الدموع. إذن فأمطرت لؤلؤا، بماذا شبه دموع المحبوبة؟ باللؤلؤ. حلل هذه الاستعارة الواقعة في كلمة لؤلؤ لو سمحت. نعم. على سبيل الاستعارة التصريحية. إذن هنا شاعرنا شبه الدموع باللؤلؤ، جعل دموع المحبوبة ذلك اللؤلؤ الذي يتساقط كالمطر، وهنا استعارة تصريحية، والاستعارة التصريحية هي تقع في كلمة واحدة. من نرجس وسقط. كرم، هذا المطر وهذا اللؤلؤ تساقط من النرجس، أي نرجس في وجه المحبوبة؟ العيون. إذن بماذا شبه عيون المحبوبة؟ بالنرجس. بالنرجس. حلل الاستعارة الواقعة في كلمة نرجس لو سمحت. شبه العيون بالنرجس. نعم. حذف المشبه العيون وصرح بالمشبه به وهو النرجس على سبيل الاستعارة التصريحية. على سبيل الاستعارة التصريحية. أحسن. أيضا في هذا البيت هنا شاعر قال بأن هذا المطر عندما تساقط من العيون قد سقط الورود، أي ورود سقطها يا نور؟ الخدود. خدود. إذن حللي لو سمحت الاستعارة الواردة في كلمة وردا. شبه خدود المحبوبة بالورد، حيث حذف المشبه وهو الخدود وصرح بالمشبه به هو الورد. ونوع الاستعارة تصريحية. أحسنتي. نوع الاستعارة تصريحية لأنه شبه خدود المحبوبة
بالورد، وهنا قد حذف عفوا ذكر المشبه عفوا حذف المشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. إنجي لو سمحتي عضت على العناب، بماذا شبه ثغر المحبوبة؟ بالعناب. بالعناب، حللي الصورة الواردة في كلمة العناب. حذف المشبه الصغير وصرح بالمشبه به العناب. نعم. فالاستعارة تصريحية. فالاستعارة تصريحية. كرم لو سمحت عضت على العناب بالبرد، هو البرد، ماذا كان يقصد شاعرنا بالبرد؟ حلل الصورة الواردة في كلمة البرد. شبه الأسنان بالبرد، فحذف المشبه وهو الإنسان الأسنان. نعم. وصرح بالمشبه به وهو البرد. وما نوع هذه الاستعارة؟ هذه الاستعارة هي استعارة تصريحية. إذن هذه الاستعارة استعارة تصريحية، لأن شاعرنا قد شبه الأسنان بالبرد وحذف المشبه وصرح بالمشبه به. نحن أمام استعارة تصريحية. وهكذا أبنائي نكون أنهينا درسنا إلى اليوم. لابد أن نعود ونتذكر إلى ماذا توصلنا. علي لو سمحت ذكرنا ما هي الاستعارة. نعم، إذن هي تشبيه بليغ، إذن هي بنيت أصلاً على التشبيه البليغ، ولكن حذفنا أحد أركانه الأساسية، إما المشبه أو المشبه به. نور لو سمحتي ما هي الاستعارة المكنية؟ الاستعارة المكنية هي تشبيه بليغ حذف منه المشبه وبقي شيئاً من لوازمه صفاته يدل عليه. إذن نحن هنا في الاستعارة المكنية، تشبيه بليغ قد حذفنا المشبه به ولكن تركنا شيئاً من لوازمه أي صفاته تدل عليه. إنجي النوع الأخير الاستعارة التصريحية ما هي؟ تشبيه بليغ حذف منه المشبه وصرح بلفظ المشبه به. إذن الاستعارة تشبيه حذفنا منه المشبه وصرحنا بلفظ المشبه به. وهكذا أبنائي الطلاب نكون قد أنهينا درسنا لليوم. أرجو أن أكون قد قدمت لكم الفائدة. أتمنى النجاح لجميع الطلاب، مني ومن طلابي لكم تحية. نلقاكم بخير.